قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا في درجات الحرارة. 30 سنة في شغل و30 شتاء في الشارع، وكل يوم من المنوفية للقاهرة عشان يربي أولاده وأولاد أخوه في عز البرد والمطر، في أي ظرف، صيف أو شتاء، بيفضل ثابت عشان تفضل شوارعنا نظيفة. عم محروس حارس أمين على شوارعنا. في زي عم محروس أكتر من 1.5 مليون عامل نظافة في مصر، في كل ميدان وفي كل شارع وفي كل الظروف موجودين. الشتاء بيبقى صعب جدا علينا وعليهم، ومفهوم الدفع عندنا هو دفع الايدين بس، لكن عندهم حاجة اسمها دفع القلوب. عشان كده احنا نازلين النهاردة قبل ما ندفي ايديهم، ندفي قلوبهم بكلمة حلوة ورسالة شكر. شكراً لكل واحد من أهلنا في الشارع، شكراً على صبركم في عز البرد، شكراً لأكتر من 1.5 مليون مكافح، شكراً لعم محروس ولكل حارس أمين على بلدنا. النهاردة حزب مستقبل وطن بيقدم لك رسالة شكر وبيقول لك وطننا أجمل بيك. ورسالتنا: النظافة عنوان أي بيت، عنوان أي شخص، عنوان أي دولة. أمانة العمل الجماهيري، حزب مستقبل وطن.